نفسك يتحقق في 2014 على المستوى الشخصي ليك وما تحققش؟ انا لسه خلص ثانويه عامه وما خلصتهاش. متوقع انك تخلصها في 2015 ان شاء الله. كان نفسي اخد شقه في اكتوبر ما خدتهاش. اتمنى احب يعني والله انا كان نفسي ابقى بني ادم نضيف ومحترم في البلد دي. حج بيت ربنا عامل مواد على الدنيا يعني. كنت بتمنى ان ربنا يكرمني كده والحمد لله ربنا كرمني يعني وكذب شغل يعني وكده. نفسي مصر تبقى ارقى من كده والتقدم بتاعها يزيد عن كده ان شاء الله. المستقبل كبير باذن الله ما دام الراجل ده ماشي على منهج السادات الله يرحمه. السادات ده ما اتعوضش. عمرو السادات دخل الاقتصاد وقوى الاقتصاد وفتح الاقتراض. انا كنت شايف شركه اقتصاد كبيره محترم الراجل عامل ايه. كان ايام سادات حلوه. ايام السادات عايزين نرجع الايام ديت. ناخد براي مبارك ونديله فرصه. كنا نبقى احسن من اللي احنا فيه.